عندما بنى الإنسان أولى مستوطناته على الأرض، كانت الحياة من حوله عامرة ومتلألئة، فقد سبقته بقية الكائنات لهذا الوجود، ألفاها تعيش على نظام متين يحكم الكون، فلكل منها مهمة منوطة تؤديها بإحكام. يلمع البرق وترعد السماء، يتدفق الماء وتتفجر الخضرة، لتزمجر الأبقار بعدها فيهلل الرجال بهجة وسرورا. مهما كذبنا على أنفسنا بعيش المدن الرتيب، فالحياة الحقيقية هنا في البوادي تكون. لا أزال بقرية تانميترت بأرض تفنوت أعالي الأطلس، أرض ذات نزل كريم ومقام طيب. من ويس كل من أول؟ إمارة ليه؟ يدور هنا. دواني يسوع ملاحي نوى ماني أشتري كاملة منزل نخارغي أشتري ملاحي نكال كده غير. غاية اليوم أن أرافق عبد الله في أمر خير، ولذلك استيقظنا باكرا نشق الجبال. يدلنا إبراهيم على المسلك الذي سنغدو به، ثم ما يلبث أن يعود أدراجه. مرادنا أن نبلغ قرية بعيدة المنال، هدف عبد الله أن يصلح بين زوجين متخاصمين بها، وأن يقنعهما إلى توثيق زواجهما وقد أقاماه بالفاتحة فقط. يفول حال ستايري يفول كي غصادي غير لقار لقيسة نقار لقيسة غراسة ورسين خيزة غراسة دايق الحال نغوض نغضغوض نفاسي والله أعلم أسفة أسفة إلا ما سنتقاتها ظلمت هي رجل الحال وهي في المياه غير رجل الحال أنتكل على الله أنا مزافسي هكاك الدوغ غير رجل الحال أخ قبل نجنا أش باغي اللي تغسل سجن الدوات أو بلاتي غيدور التيك أشكو غيدور تيكي ولا غي تي غوردين نو درارنا التيكان هات هيا فيلال غودا موتينا فيلال فيلال تي غوردين صغيرنا إذن من يركلك صغيرنا هاي قال المشكل من يتسلك صغيرنا ندعن بانحرافنا عن المسار ونهتدي لبوصلة العقل فاخترت أن نفترق كل منا في مساره علنا نجد مسلكا من بين هذه الفجاج هيا كهر القمة لها القمة هيا لكم حا غرس غرس لكم حا غرس ناس هاي بنود غرب له توصف لا نعطيه نعم توصف لا نعطيه هفاسي يا دومز هفاسي هيا 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 جيت خلقها غني لا طبي هشي لا غيدو فيها غرس غيدي لا تكرو غرس نعني أفلاك هفلاك كل شيء سندقي ما لك تبين القمة لا هذا إني زينة ديك جوز أوه هو يسقون يعني غالي الضوء يسقون يعني يسقون اللي بقى وغاد يا يسقون وغاد أدور ضوء صغيرة ودوري مقارن شوية
يا صافي دو حسيتي فيه صغيره مي غير لا هاي السنساء غير لا سكوان وغادن يا اسمع قراو في القيمه غير لي كان اتيوكي يا انت اليوكي يغلي زاح قراس عليه ديوي فينا عبد الرحمن الله ما ينعدل كيوي فينا لازم اش غنقول الحال ما اخي قال لي غير سكوان انا اخي غير داك يتبين يا اخي غير سكوان يا ما انا عبد الرحمن الله تنعدم تغطية الهاتف ويشارف اليوم على نهايته وقد يأتينا وحيش الغابة. ألمح راعيا سأسأله العون. أذكر هاي في الله ماذا إزريكاد لسك الحغيلة غيكاد غيكاد غرسة غيكا غرسة غيكا لم أتلقى إرشاداته بالشكل الواضح غيكاد ناك ريكاد صافي نعم يسدل الظلام سدوله فأهرب إلى الراعي محتميا السلام عليكم أنا كان سقيس كل شيء بخير الحمد لله يا جلال يا ولا إني ها إلا غارة صغير ورتي تسين أها هكى يا شك شايمد مش كده تكيس قريبا زند 37 عام عندنا شحيد نغا شتي 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 هكي حياتك يا محمد تاكل تحت زريت الغابة لحياتنا كي الغابة حتى تزري عاتيني تود الصابط الرحيم الغابة صافي والو والو الغابة وخلاص ارنك سايميدن طف ترواه انت هو؟ يا طفختن ما كنت اصدد داشن تفتوس؟ 3 شهور 4 شهور انت كان داشن تكس؟ يومين توري الده صافي اما رجوتك صوت حغيد اوه لا لا سيدا انت يا قانا اما لقت وصميد لقت نتلج لا انت يا غيت يا غيت غنتي ويه الشيخ تمر انا شرط يا زعما تمرات هاتي هنا الشرط ونحسب يا تربي شكرا سيدي ربي الحمد لله ضنت زلطه زليتنا غندو نسكن يلا ندلف للداخل كوخ بسيط لكنه موقد بالدفء
ودي استاوض الراحي وغيشة غيشة ده ودي استاوض الراحي أعطيني تكرم غمشة أنسكر أدي تقوم تماما تسمو تسلخينا ده ما حد تاوي تماما؟ ثلاثة نسجان لا يسكال العلم؟ جيس غير مكي دلوسنا غرزي تقوم زيك صباحا وهو اللي عودة السابط راح يعلم ما شيء هاتين غمشي أنا في جالو والو انا نسليك وخلاص اول سكرت اول تستاوت الرحيب هاي دابا دائما اول تستاوت الرحيب وغي كده يا الخيرة ورنزرين كني لحياته هذا هو الصوت الراحي انتشر بس لما زرت لك الحرف تيادي ما تسكرس من غير اختدار قاسي هاتي غالي غادي تغزلو قطي ويدو صافي ورسول مزك عبد الله منزك مزك عبد الله ولا خلبي ولا خلبي ولا لا ولا خشهول هون هنا حلال خايس هو السنس أولي بقى خايس السلام عليكم أنا قلت قلت كيف زين الناس سالي بس كيف بخير بارك الله فيك السفر بيجي وين ربي مرحبا بك الله يبارك فيك بارك الله فيك إلي ربي رسول ربي أنا أروح حقا غمسة لمكانات تنات بسم الله بسم الله السلام عليكم وجيتك يا ماخذ هذا الجوكي غيت وجيتك يا غيت اوه بسم الله زين قولوا صغير قولوا كي صبات لي واخر انت اسات تنسى صغير بسم الله كي غير جري ما حدا كي صبر بسم الله استعملت كرواتي واسي هاي حالت نكشن بحال نكشن يا حالت نكشن بكي سيدي كي خدم معلم غير تلميثرت ايه تلميثرت شو ما كيش كي اختي نرجس كي سيدي محمد المنصور هكا يا ولكن ما طلع شويه ما طلع حاجه يا ما تدخل تلقاميله تدار قال جميله يا خليني تستقين يا وخليني تلقاميله تنزل شويه ها طيب ثلاث ايات يا هاكك او بسم الله هنا كانت فيا تين كلوكيس قد انعزل محمد عن العالم فوجد طيبه الحياه في رعايه الاغنام فقط اوليست العيون تدمع لقاء الافراح والاحزان أوليست الجباه تصدح لقاء الآلام والإيمان؟ إذن فحتى لو انهار العالم بأكمله فإن محمدا وأغنامه لا يهتزون لذلك أبدا.
الوالده تماك لا تسولهم يا زين لا لا الله يا ودي واهلي 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 اللي داري غالفيديو تصويت اللي داري غالفيديو ما تيش ناقص وليني عاجي نكوزو بغي غير اشكو غيتوري اللي ما غيتوري ما حوالدينا بابا جاوب لا تسميه ما يزندو ماني داري نختي ميو هكاك تيك ميو ويزندو الله يرحم والديك اكيد صفح ربي بارك الله فيك جاوب غير مرحبا شوف شوف بعتك باش نتفاهم ياك يمكن غيلا هنا قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له المهم بلاك نشرع يتسنكني نصدر غين بريان ركزني قول لك تسند ارزيك صباح وراه لي المشكل هنا الوقت بالعكس نفرح غير هذو كار نكني نغيك لي راه نفرح من هذه سنك مغير لي هذه القصاد كني المشكله تشكال ولقيت كان باش ما انا ولي ويفون اوري شي الظروف نفوق ولا وين الشوم ولا كي غير واش كي غير العيب نتا غير شو تكوني شو اش قلتي جانا وتغاضب قويت لا لا هي كي انت كتغيت انت كتكتا دراري واش كشي غني بسم الله الرحمن الرحيم مليس غاين نكون زيد غير واي بارك الله صافي الله يرحمك صافي بارك الله صافي الله يرحمك بركه الله يجازيك بخير سيدي والو دروس الخير هوي هوي فاضي البركه واه وليد زول الله يودي من غير دروس ربي غير الحقيه في النكره الحق خمانه وليتني غاشقر ونضيت كلشي شفت غير ولا غير شمون تاع الحوايج يلا 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 يرافقنا عبد الرحمن للمبيت ببيته سيكون علينا ترجل ساعة ونصف من الطريق الموحش ساعة ونص سبحان الله العظيم كتفوق فيان وغراس يا ويان يا ويا خيان يا ضنين يا انا كور انت انا فاسين ونستام يا كل غراس انت هنا وين التوين امر وين دارنا غير جميع يتينا وين لا سيدي 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 بسم الله شو بلاتي اش كيداش كي سيد تخرك ني الله يرحم الوالدين ياك باش يسول خاطرهم في الكاريات يرحم ربي والديينك هانك اسكت نسكتي مزيان في المشكه ياك يا ما تغمس لينا الله يرحم الوالدين باش يسول خاطرك غير تمر تاع خمس والو الله يرحم الوالدين الناس يا اديس يا عبود يا ورجل مري اوه ياكل تيجي ورنيجي كي صغير ما تشيتو ولا ما تشوي لكن نحل غير غاتكشمت الله يرحمها بارك الله فيك مباشرة بعد بلوغنا للبيت يقوم عبد الرحمن بإعداد حبات اللوز على شرفنا وقد امتلأ عياء وعرقا من مشقة يومه فإن العاديين على هذا المنوال لا يدخرون جهدا في استضافة الوافد وإكرامه دون كل أو ملل أما عبد الله فقد انطلقت الفرجة عنده للتو فحيثما يجتمع الشاي بحبات اللوز والسمر عنده إلا ويطلق العنان للخالدات من قصصه وأحاديثه إني سحطت بلاي قرد القياس بلات إبالا البلار مدنت في النغواتي إبالا يموري مدنت في النغوال إقرد بالعاني غلق سود دغندات اختى دوري السنتة لنيات كي غلاني عليان إني سنكرت بلقات في حالة جون همغار هنغوادة تيغان إني سمغار نون هنغوادة تيغان ليقدم بعدها الطاجن سيد المائدة أمير الصمر والدرر يحيي السعادة ولا ضجر بسم الله كسب حبيب يلا قورة سيد رحمن يلا غلع بسم الله بسم الله استميغني تو غرمه السوق اي كربي راني حتى هي والو والو والو
بسم الله بسم الله يلا بسم الله دنس صوارك دنس تركي بسم الله سمح بسم الله لم تتبقى سوى حصة القط يستيقظ عبد الرحمن قبيل الفجر ليقوم بالسقي لانشغاله بالرعي في النهار يحمل مجدرفته ويسير في الدجى يقيم الجنبات ويعدل المسارات ليحرر بعدها المياه يتبعثر الظلام رويدا رويدا فيرمي الصباح بعدها في الأرجاء بنوره لتفنى الأعمار وتسجل الأعمال وقد حدث منها الكثير قبل شروق الشمس تدب بعدها الحياة فتسعى الدجاجات خماصا نحو أرزاقهن يلا بسم الله بعد كل هذه الصعاب استطعنا بلوغ الزوجين أخيراً وتم توعيتهما وإقناعهما بأهمية توثيق القران قدموا للسوق وتمت المهمة بنجاح القدرة نربي اللي خلق الدنيت أستيليون زارور ديكيك دريح يميك سيميك كاسيت مونيك داسيش